محمد سعيد والكابتن عمرو الحديدي، فقره مميزه ايضا للحديث عن الكواليس. ويمكن محمد محضر شويه مفاجآت للكابتن عمرو والوقفه الدفاعيه والكلام في هذه الامور في هذا التوقيت، ثم الفقره العالميه والختام مع محمد سعيد. خلينا اقول لكم بشكل سريع، امبارح وانا موجود كنت بتكلم على قصه الحكم الزامبي وما كانش لسه طلع قرار ايقاف الحكم الجزائري، لكن الامور ما كانتش واضحه شويه. ولكن يبدو ان في مستندات دامغه الجانب الانجولي، فرقه اول اغسطس الانجولي مقدمه مستندات مهمه ومقدمه ادله مهمه جدا على الحكم الزامبي، وهذه المستندات ترقى لاهتمام الاتحاد الافريقي. وخلينا اقول لكم، لما لجنه الانضباط هي اللي تاخد القرار مش لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، يبقى في كلام كتير. لكن الزج بالحكم الجزائري في هذا التوقيت، حكم نهائي افريقيا والذهاب امام الترجي، وانك تحطه في هذا التوقيت وتقرن حكمين، حكم ادى لغى هدف صحيح 100% وهو الهدف الثالث لاول اغسطس واحتسب ضربه جزاء بعدها مباشره، وحكم ثاني تقنيه الفار فيها مشكله، فيها كاميراتها مش مظبوطه، الفار علشان تشتغل عليه بشكل كويس انت بتتكلم في 32 كاميرا، انت بتتكلم ماتش الذهاب 10 كاميرات. وعايز اقول لكم مفاجاه، ان قبل ما يكون قرار حكم المباراه كان قرار حكم الفار. حكم الفار هو اللي اتكلم مع حكم المباراه وقال له على قراراته، وبالتالي من الصعب هنا تربط بين الحكمين وتتكلم في ان الحكم ده عند بيميز وتتكلم في ان الحكم ده، ما تربطش الواقعتين ببعض في الاتحاد الافريقي لان الواقعتين مختلفين تماما. وبالتالي اذا صح الكلام ان الجانب الانجولي قدر يكون معاه مكالمه او تسجيل او ما يثبت تورط الحكم الزامبي، اعتقد هيبقى فيه مفاجاه كبيره في خلال الاسبوع الجاري اذا تم اثبات هذا الامر من خلال التحقيق مع الحكم الزامبي. خلينا نقول ان اولى فقراتنا مع الكابتن علاء ميهوب، ونطلع فاصل سريع ونستقبل الكابتن